ببيعت منزل بوزيف RMBFM توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع. نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات. تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر أحياء الفنون الشعبية والتراث. تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز. RMBFM الصوت صوتكم.
برامجنا في كل المجالات. جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزيان FM، من 10:30 النهار ومن 3 للـ5 على 103.5 ميجاهرتز. تعرفش علاش ديما تحس صوتك مش مسموع ورايك مش مقبول؟ خاطر متعودناش نتناقش ونتحاوروا وما عندناش فضاء للتعبير والنقاش الجاد. فما فكرة جديدة، راديو صوت منزل بوزيان تولد بفكرة بسيطة من شباب جمعية جاد ومسؤول، أهدافه تحرير الرأي وتوضيح الصورة لكم. فهمني أكثر. إذاعة صوت منزل بوزيان، صوتك وصوتي، رأيك وكلمتك، معنا تعبر تتكلم وتناقش. ننطلق معكم وكلنا أمل أن نكونوا جزء من الحل، أن ننجح في تكوين صورة جديدة لواقعنا، الواقع شبابنا، فلاحينا، إنسانة وبناتنا، نربطوكم بالواقع ونحطوكم في الإطار والمشهد العام. ميلا هاو عنا الحل. راديو منزل بوزيان هو راديو جمعيات يهدف إلى تحرير ونشر المعلومة. راديو منزل بوزيان صوت حر، صوت المهمش الزوالي والبطال. راديو منزل بوزيان صوت الناس الكل. راديو منزل بوزيان الصوت اللي عبر عليك، منوعات ثقافية اجتماعية وموسيقى وأخبار وكل اللي همك، كل اللي همك. أهلا وسهلا وعسلامة مستمعينا الكرام، الناس الكل، إن شاء الله ديما صباحكم خير أعزائي المستمعين. كالعادة نبدو بأول برامجنا اليوم مع برنامج حلقة وميعاد. صباح الخير، صباح النور، كيما كل يوم أعزائنا المستمعين منا ليكم أغلى تحية، والناس الكل اللي باقيين يخدموا في السخانة هذه، ربي معاكم وربي يعينكم الناس الكل، وإن شاء الله الفلاحين الكل تكون صابة متاعهم اليوم صابة باهية، وربي إن شاء الله يبعد عليكم الحرائق اللي باقية تصير في تونس، ربي يبعدها علينا الناس الكل. انتم تلوموا فينا اعزائنا المستمعين الكل على خاطر مش ديما حاضرين معاكم، لكن رانا ديما كل يوم محاولين نقدموا لكم الاضافه وحاجه جديده، هذاك علاش ماذا بينا تكون النتيجه ديما تكون احسن من الحلقه اللي قبلها. كالعاده من وراء الميكروفون باش تتابعكم امل حمدي وتعطيكم جمله من المعلومات ان شاء الله اليوم تفيدكم، وفي الجانب التقني باش يرافقني منذر بن جدو وسنه قدوزي. تحية للناس الكل كالعادة اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو منزل بوزيان FM، ولا اللي باقي تابعوا فينا على شين يوتيوب، من ليكم أحلى تحية، وابقوا ديما مستمعين أوفياء لنا، وإن شاء الله في كل مرة نعطوكم حاجة جديدة، حاجة تفيدكم، حاجة تفيد منطقتنا أو تعطينا الإضافة. ما تبعدوش بعيد، خليكم على موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار. فاصل غنائي ونرجع. هو يما الأسمر يما سبتة يا عيني، يما هو يما الأسمر يما قدة يا عيني، هو
لقيته يا يما صدفة لقيته. لا عمري ريته لا عمري لا عمري ريته صدفة لقيته يا يما صدفة لقيته. كلمني كلمة ألطف من نسمة كلمني كلمة ألطف من نسمة شمت وما رديت عليه. هو يما عيني يما هو يما الأسمر يما جدا يا عيني يما هو يما الأسمر يما جدا يا عيني يما. هو اللي سحرني سحرني وكتني هو اللي سحرني سحرني وكتني داية من خزرة عيني. هو يما يوم 8 جوان 2014 كان موعد مدينة منزل بوزيان مع التظاهرة السنوية لمركز الإعلام المواطني بعنوان شباب ثورة وحق التعبير، ليكون ختامها في النهاية مع عرض مسرحي لمجموعة مسرح الشارع بالقطار. مشروع حل نشوف ينتهي اليوم دورته التكوينية في الإعلامية والإنترنت بمعتمدية جيبس. أعزائنا المستمعين، كيما كل يوم باش نعملوا طلع على عناوين الصحف، واليوم اخترنا لكم كالعادة صحيفة الصباح اللي خرجت بالعناوين التالية: البكالوريا تدخل مرحلة الغش المنظم، وديع الجريء للصباح لن أخاف القانون من أجل بعض العيون، في أجواء باهتة وقفات احتجاجية تنصيب هيئة الحقيقة والكرامة والرؤساء يعدون بالدعم. أما توا باش نمروا أعزائنا المستمعين مع جريدة المغرب اللي كانت أبرز عناوينها كالتالي: لديكم رئيس مثقف ومفكر وصاحب شهادات عليا ومؤلفات كثيرة، فلماذا يبحثون عن غيره؟ كما زادش جت في جريدة المغرب على الأسعار اللي طلعت برشا في شهر رمضان وهذه اللي متوقعينه: المهنيون ينتظرون رد رئاسة الحكومة على طلبهم توديع اللحوم الحمراء المبردة. كانت هذه أهم العناوين اللي صدرت بها جريدة الصباح وجريدة المغرب. نهار أمس وكالعادة باش نخلوكم مع أحوال الطقس. الطقس قليل السحب بأغلب الجهات، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، والحرارة تتراوح بين 17 و33 درجة، سرعة الريح 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها باش يكون جنوبية شرقية، أما غروب الشمس باش يكون إن شاء الله على الساعة 7:39 دقيقة. Let it go.
احساسي ويناديني في دنيا عجيبه يخليني مره نفرح مره نسرح مره ننسى حياتي زين المستمعين. وصلنا الركن بيش فيدونا ونتصور اللي انتم من لحن هذي عرفتوا اليوم علاش باش نحكوا اليوم. ان شاء الله عزيزين المستمعين باش نحكوا على مخترع عربي اسلامي اللي هو ابن يونس المصري. هذي ابن يونس المصري اللي هو في الاصل اسمه ابو الحسن علي ابن ابي سعيد عبد الرحمن ابن احمد ابن يونس ابن عبد الاعلى الصدفي المصري، المولود في مصر حوالي عام 950 واللي توفى عام 1009. وهو من أشهر الفلكيين العرب اللي ظهروا بعد البتاني وأبو الوفاء البوزجاني، ويمكن ينجم يكون حتى أعظم من جاليلي، حتر اخترع برشا اختراعات قبل حتى بقرون من اللي يوصلها جاليلي، وبلغ معناتها العطاء وعطوه برشا عطايا هذية في عهد الفاطميين، وأسولوا حتى مرصد على جبل المقطم قرب الفسطاط، وأمروا العزيز بالله الفاطمي بعمل جداول فلكية أتمها في عهد الحاكم بأمر الله ولد العزيز وسماه الزيج الحاكمي.
واشتمل الاختراع هذايا اللي قلنا اللي هو اسمه الزيج على 81 فصل وكانت تعتمد عليه مصر في تقويم الكواكب، وتم ترجمته بعض الفصول منه إلى لغات أجنبية. وابن يونس هو اللي رصد كسوف الشمس وخسوف القمر عام 978 في القاهرة، وأثبت فيها تزايد حركة القمر وحسب ميل دائرة البروج، وجت أدق معرف قبل إدخال الآلات الفلكية الحديثة وتقدير الجهود الفلكية، تم إطلاق اسمه على أحد المناطق السطح غير المرئي من القمر. باش تعرفوا أعزائنا المستمعين راهو حتى بأبسط الإمكانيات وبأبسط الاختراعات نجم توصل حتى اللي ما توصلش الآلات. اللي باش نعطيكم زادة لمحة على حياته، ينتمي ابن يونس إلى أسرة اشتهرت بالعلم، وكان والده حديث مؤرخ كبير، وكان جده من المختصين في علم النجوم، وحظى ابن يونس بمكانة كبيرة عند الخلفاء الفاطميين اللي شجعوه على متابعة بحوثه الفلكية والرياضية، وبنوا له كيف ما قلنا مرصد الفسطاط اللي هو مازال التو مرصد معروف برشا ومرصد مشهور ياسر، وجهزوه بكل اللوازم للآلات والأدوات، ويقول عنه ويقول عليه سرطون، ربما كان أعظم فلكي مسلم. زاد من إسهاماته في التاريخ اللي هو برع في علم المثلثات، وكان عنده بحوث قيمة ساعدت على تقديم علم المثلثات، وهو أول من وضع قانون في حساب المثلثات الكروية، وكانت عنده أهمية كبيرة عند علماء الفلك قبل اكتشاف اللوغاريتمات اللي يقروا فيها برشا جماعة الرياضيات اللوغاريتمات، اللي يمكن بواسطته العلم هذايا القانون باش ينجموا يحولوه لعمليات ضرب في حساب المثلثات إلى عمليات جمع، ويسهل حل الكثير من المسائل الطويلة والمعقدة. وهذايا نصور اللي قروا الرياضيات ولا اللي قروا الدومين هذاك واللي تعمقوا فيه يعرفوا برشا في الأمور هذية. وعزان المستمعين هذايا راهو كالعادة ديما راهو العلم مجموعة من التراكمات اللي تخليك تعطي برشا بحوث وتنجم حتى تقدم للتاريخ، نجم حتى راهو ما نجموش نقوله اليوم اللي هي تنجم كل شيء اخترعوه وكل شيء طلعنا عليه، لكن ثم حوايج معقدة لتو ما زلنا نعانوا منها، نجمو حتى بإمكانياتنا البسيطة نجمو قدموا شوية للعلم. ومن أهم الإسهامات متاع ابن يونس اللي هو اخترع رقاص المنقلة اللي نعرفوه الناس الكل، اللي هو من خلاله سهل العملية متاع حساب الوقت، وهذايا زاد بعد ما رصد الكسوف الشمس والقمر. كيف ما قلنا كان من أهم اختراعاته رقاص المنقلة اللي نحن الناس الكل نتسموه من أهم الاختراعات اللي باقي البشرية والإنسان البسيط باقي يستنفع منها. ذلك علش أعزائنا المستمعين من أبسط الأشياء رانا نجم نطلعوا برشا حوايج نجم نستفعوا بها في دنيتنا، وكل إنسان بسيط ينجم يستنفع من الحوايج اللي نقدموها راهي هذيك وين تحصل القيمة الإنسانية والبشرية في تقديم البحوث. صوت الحرية والأحرار، هذه إذاعة منزل بوزاين اف ام. أعزائنا المستمعين، بعد ما كملنا الركن متاع باش فادونا جتني فكرة في مخي لازمني نعطيها لكم، اللي هي للأسف الشديد نحن في تونس باقين مانيش باقين ياسر نحثوا على الاختراعات ومانيش باقين نقدموا حتى شيء. ذاك علاش العقول الذكية متاعنا باقية تخرج الخارج، علاش خطر الدولة متاعتنا مش باقية تعطي لا في حتى في ميزانية نجم تكون متوسطة للاختراعات العلمية. ذاك علاش عندنا برشا أذكياء في تونس، وهذا يدل من أبسط الحويج اللي نجمو نقولوها اللي هي ثم اختراعات ساعات تكون مضرة أكثر من اللي تكون نافعة، لكنها هي اختراع نجمو حتى نطوعوها باش تكون نافعة. بالخص سمعنا نحن حتى جماعة الباك الاختراعات اللي باقين يخترعوا فيها واللي باقين يطوروا فيها باش ينجموا يعملوا الفوسكة واللي نجموا يخرجوا الامتحانات متاعهم، ريتو معناتها ثم برشا ذكاء لكن الاستعمال متاعه باش يكون سلبي إذا ما نطوعوش ولا نعطوه إطار به ينجم من خلاله يعبر على روحه ويعبر على أفكاره.
أعزائنا المستمعين وصلنا ركن معلومة تهمك كالعادة. حكينا قبل على الحشرات وحكينا على الذبان وحكينا على الوشويش. اليوم باش نحكو على كيفاش باش تتخلص من الوجيعة هذيك ولا اللسعة هذيك متاع الوشويشة بالأخص. كيفاش نجم تتخلص من الوجيعة متاعها بحويج تنجم تكون بسيطة وحويج تنجم فيسع العلاجات تنجم تكون منزلية باش تتخلص من الألم والحكة هذيك اللي تصير لك بالخص مع الصغيرات، خاطر ما ينتبهوش كيفنا الكبار ينجموا يشدوا روحهم بعد الحكين. الصغار من خلالك الحكين هذيك ينجم يصير عندهم برشا التهابات ويصير عندهم برشا مشاكل. صحيح تنجموا تقولوا لي اللي هي ثم برشا دوايات حتى في الصيدليات تنجم تستعملها باش تنقص الوجيعة متاع اللسعة هذيك والحكة، لكن ثم عباد يقولوا اللي هي الأدوية هذه مفيدة وثم عباد يقولوا ما هوش مفيدة، لكن راهي ديما العلاجات المنزلية مع معناتها بسيطة جدا وما تكلفكش حتى شيء وراهي فعالة جدا، حتى حويج منزلية جدك وجدك قبل كانوا يعملوا فيها، لكن نحنا منش باقي نستعملوا فيها برشا. اليوم باش نعطيكم مجموعة متاع علاجات تنجم تكون بسيطة وتنجم زادة تكون هذيك اللي حاجك بيها وهذيك اللي تنفعك. أول حاجة تنجم تحك بلاصة متاع اللسعة متاع الوشويشة بعصير الليم واللي ينجم يطهرها وينقص شوية من حدة الحكة متاعها. وزادة عندي طريقة أخرى اللي هي زادة تنجم اللسعة هذه بخل التفاح اللي كالعادة ينجم ينقص شوية من الحكة هذه وينجم ينقص من الحمرار متاع البلاصة هذيك، وينجم يخلي السم متاع ولا الجراثيم اللي تدخلها اللسعة متاع الوشويشة تخليها تتقلص بشوي بشوي. وزاد أعزائي المستمعين تنجم ترطب البلاصة متاع اللسعة بشوية ماء ومن ثم تفركوا بالملح، وهذيك يهدئ من الحك مباشرة على البلاصة، معناتها أنت تحكوا بالضبط ما تستناش حتى شوي وترتاح من الحكة هذيك. وزاد تنجم كما قلنا تفركوا بحامض الليم، وهذا يحتوي عليش خطر يحتوي على خصائص إضافية للتطهير من اللدغة وتنقص شوية من حدة الوجيعة متاع الجراثيم وما تخليش مخلفات بالخاصة كل سيكاتريس اللي تبقى لك مدة طويلة تنجم تكون حتى تبقى حتى في ساعات تبقى للشهر وانت ما زلت تحك فيها وهي ما زلت تخرج في الدم. الليم هذيك الحامض متاعه يخلي في ساعة البلاصة متاع الجرح تتسكر. وزادة تنجم تصنع معجون من الخميرة والماء. الخميرة هذيك نجم تعمل بها معجون صغير كل وين تلسعك وشويشة تحطها في البلاصة هذيك قبل ما تحكها اصلا تحط المعجون هذيك عليها. وزادة نجم تحط قرص مرطب من الاسبرين على اللسعة باش تسيطر على الالتهاب. زادة الاسبرين معروف كيف تهرسه شوية تحطه في البلاصة متاع الوجيعة تنقص من الالتهاب وينقص من الحمورة اللي فيها. وزادة نجم تستعمل زادة كيس متاع تاي سخون وتحطه في بلاصة اللدغة هذيك باش يخففها. واخيرا اللي هي تنجم حاجة معروفة ونصور ثم برشا عباد يستعملوا فيها اللي انت تنجم تستعمل معجون متاع السنون اللي فيه نكهة النعناع باش يبرد البلاصة وينجم يوقف الحك، وهذه بالاخص للصغار خاطر ساعات يحكوا اكثر من لازم لين تخلي لهم سيكاتريس ولين تولي دم ولين ساعات حتى توصلهم حتى نوع متاع جراثيم ولا نوع متاع تسممات اللي انت في غنى عنها كأم بالخص في الصيف نعرفه اللي هي ديما معروف اللي هو الجرح متاع الصيف بالصيف باش يتسكر. هذاك علاش ديريكت تحسوا اللي هي حكيت وك البلاصه هذيك تحط له المعجون متاع سنون بنكهه النعناع وترتاح انت ويرتاح هو وما تصيرش عنده مخلفات مره اخرى.
أعزائي المستمعين ما ثماش ما أحسن من الحويج المنزلية، الحويج اللي تنجم تخدمها في الدار، راهي ما عندهاش مخلفات حتى كي ما تنفعكش على الأقل ما تضركش بالطريقة وبالكيفية اللي تنجم تضرك بها الدويات. أعزائي المستمعين ما تبعدوش بعيد، خليكم على موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار. نغم ونرجع لكم إن شاء الله كل أنغامنا تعجبكم، ما تبعدوش بعيد وإن شاء الله تعملوا جو مع أنغامنا. رجعنا لكم أعزائنا المستمعين بعد النغمات هذه، وإن شاء الله اللي يكملوا الباك الكل إن شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل، وإن شاء الله تنجموا تكونوا عطيتوا كل طاقتكم وما بخلتوش بحد شيء، وراهو كل حاجة فيها الدنيا راه يتنجم يكون فيها النجاح وينجم يكون فيها الفشل، مش مشكلة الفايدة في صحة الأبدان، والفايدة تكون أنت لبس عليك وزيدة أكل أحباط اللي ما بعد الامتحانات، وتصير لك أكل هواجس وتصير لك أكل معاناة اللي
اللي نعرفوها الناس الكل اللي انت تبقى تستنى في النتيجة. مثالش تنجم حتى تخصص وقت قصير تسمع برنامج حلقة وميعاد، تتفرهد معنا شوية، تعمل جو، تضحك، تلعب. أعزائي المستمعين، توا وصلنا الركن، أحكي لي شوية اللي هو الركن اللي إن شاء الله يفرهدكم الناس الكل مع كل يوم في برنامج حلقة وميعاد. نختار لكم قصة تكون طريفة، تضحك، تعمل جو. هذيك علاش اليوم قصة متاعنا باش تعمل لكم برشا جو. اليوم القصة متاعنا أحلى حمال. الحمال هذية يحب يتعلم برشا حوايج جديدة، هذاك علاش جاء نهار مشى راجل طلبوا باش يهزلوا الحمولة متاعه، باش يهزلوا البضاعة متاعه. من البضاعة هذية عبارة على شنو؟ عبارة على قوارير. القوارير هذيك عبارة على قوارير متاع بلار. حب قال له إيجا معايا ونعلمك ثلاثة خصال، ثلاثة حويج نعلمهم لك في المشي معايا. قال له بيهي نمشي معاك وتعلمنا الحويج هذوما، وراني ما نحبش حتى مقابل، نحب نتعلمك هاو يا أخي. وهو يمشي في الطريق كيف بلغ ثلث متاع الطريق متاعه، قال له هات واحدة من الخصال اللي قلت لي عليهم. قال له اللي هو الجوع خير من الشبع، لذلك ما تصدقوش. قال له بيه مشوك العادة يمشوا في الطريق. يا أخي قال له كيف وصل لنص الطريق، قال له بيه هات لي المعلومة الثانية اللي باش تنفعني. قال له اللي يقول لك اللي هو المشي خير من ركوب ما تصدقوش، معناته خير من كيف تمشي خير من اللي تركب على دابة ولا على حصان ولا على كرهبة ولا على كريطة، راهو ما تصدقوش. قال له بيه كيف وصل قريب للباب متاع الدار متاع التاجر هذية، قالوا به هاني وصلت للدار ووصلت لك الخدمة ووصلت لك كل شيء، أعطيني المعلومة الثالثة اللي باش تنفعني. قالوا اللي يقول لك اللي باش يلقى حمال أرخص منك ما تصدقوش. كيف سمعوا الحمال هذيك تغشش وحب زيدة حتى هو يعلمه درس. يا أخي مو هز في ديه هو الحمال، هز في ديه المجموعة متاع القفص اللي معبي بالقوارير. تحب منا نعلمك واحدة من الخصال اللي نعرفهم؟ يا أخي قالوا تاجر، قالوا هات نتعلم. يا أخي الحمال رماك الجيش الكل اللي معبي بالقوارير متاع البلار، وقالوا اللي يقول لك انه قاف في القفص هذية واحد من القوارير متاعك لبس عليه راهو يكذب. أعزائي المستمعين، إن شاء الله تكون القصة عجبتكم كما عجبتني أنا برشا قبل ما نحكيها لكم. الاستفادة اللي نجموا نخرجوا منها بالقصة هذه اللي هو راهو أي إنسان يحاول اللي هو يغش إنسان آخر راهو ينجم يطيح في شر أعماله، واللي هو أي إنسان يجيك طالب منك العلم ولا طالب منك معلومة راهو من المستحسن أنه تقدمها له، خطر أنت كان باش تحجب عليه المعلومة ولا باش تخبيها عندك راهي مش تضيف لك حد شيء ومش باش تزيدك حد شيء، بالعكس كيف تقدمها منها أكل إنسان هذيك يشكرك ويقول والله إنسان هذي به، ومن حق ومن شيرة أخرى أنت ما خاسر حد شيء كان تقدم معلومة. أعزائنا المستمعين، كيما كل يوم وصلنا مع فقرة لمسة وفاء، واليوم اخترت لكم هكا الفنان اللي تحبوه برشا، تحبوه الناس الكل، الفنان المرحوم عبد الحليم اللي نعرف اللي هو شباب، حتى شباب اللي يسمع في الراب ولا اللي يسمع في الراي ولا يسمع في الأغاني الجديدة يحب يسر عبد الحليم. اخترنا لكم مجموعة متاع أنغام على طيلة الجمعة الكل، إن شاء الله تعجبكم أعزائنا المستمعين وما تبدلوش الموجة، راجعين. قالولي ولقيتها من الجنة، أول مرة
مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة أول مرة أول مرة بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا أدل الدنيا فرح وشموع ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب مر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح وملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح وملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايم في الدنيا غريب قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول مرة قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول مرة أعزائي المستمعين هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم حلقة وميعاد إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله الأنغام زادة عملت لكم جو هكا بالخص الجينيا متاع الصيف نعرفوها الناس الكل الناس كلها نفدوا في الصيف والناس الكل ما نعملوا الجو أما ديما مع موجات إذاعة منزل بوزيان صوت الحرية والأحرار تلقوا ديما جو تلقوا ديما أربوخ ما تبدلوش الموجة أنا نودعكم لكن موجات إذاعة منزل بوزيان مازالت متواصلة بمجموعة من البرامج إن شاء الله تعجبكم وتصبح على خير. صغري وانا نحلم باش ناخذ حقي في التعبير وتوا مع إذاعة منزل بوزيان اف ام الحلم ولا حقيقة إذاعة منزل بوزيان ارم بي اف ام توحد الوجدان الجماعي وتؤكد روابط الانتماء والتمازج بين مكونات المجتمع نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواكبة التظاهرات والاحتفالات تلاقح الأجيال وتقوية النسيج الاجتماعي عبر أحياء الفنون الشعبية والتراث تابعوا برامجنا يوميا وعلى مدار الساعة على موجات راديو منزل بوزيان اف ام على الموجة 103 ميجاهرتز ارم بي اف ام الصوت صوتكم
مواهب ترنور. چپک چپک کے چلتی ہے کبھی کبھی دورا مواهب ترنور. مواهب ترنور. مواهب ترنور. عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صباح الخير، صباح النور، صباح الأمل والتفاؤل لكل من يسمع فينا على موجة الأف أم. تحية كبيرة لمن يسمع فينا كذلك على صفحات الفيسبوك ولكل مستمع ولكل اللي يسمع فينا عفوا على تردد 103.5 تردد الاف ام. هذا برنامج مواهب وفنون معاكم مستمعينا الكرام. اتأمن حستوا من وراء الميكرو سناء ومنذر وجميل في تقنية الصوت. نقول لهم صباح الخير. اليوم الأربعاء 26 مارس 2014 نتقابلوا فيه معاكم باش نحكوا فيه نصيف ساعة مع بعضنا على فن من الفنون اللي عودناكم أن نختاروا ديما فن نحكوا عليه كما كل حصة. واليوم حكينا وقال باش نحكوا على فن الزخرفة وإلا النقش بجميع أنواعه باش نتعرف عليه. وقتاش ظهر الفن هذا وكيفاش تطور مع السنين، كل التساؤلات هذه باش نعرفوها لكن بعد ما نسمعوا النغم هذا.
نعود من جديد مستمعينا الكرام، كان هذا أول نغم في برنامجنا مواهب وفنون اللي عودناكم ديما نجيبوا موهبة نحكوا عليها وإلا نحكوا على فن من الفنون الموجودة في العصر القديم وإلا حتى الحديث. نرحب بكل من التحق بنا مستمعينا الكرام، نرحب بكم الناس الكل معنا على موجات الاف ام على راديو منزل بوزيان اف ام. اليوم باش نحكوا على الزخرفة، خلينا نحكوا عليها شوية. هي مجموعة من نقاط والخطوط وأشكال هندسية ورسوم لحيوانات ونباتات وكلمات زادة متداخلة ومتناسقة فيما بينها، تعطي شكل جميل وتستعمل كذلك لتزيين المباني والأواني وحتى الملابس والجوامع عفوا والكنائس أيضا. كان نأخذ عليها لمحة تاريخية، رافقة الزخرفة هذه الإنسان منذ ما قبل التاريخ، معناها الزخرفة هذه كانت موجودة من قبل عصور ما قبل التاريخ وازدهرت في كافة العصور، تعتبر مرآة الحضارات، فهي اللي عكست الأمم المتلاحقة أشكال ونظم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد اللي كانوا يمارسوها الناس هذوكم في العهد ما قبل التاريخ. واعتبرت الزخرفة إحدى وسائل معرفة لتاريخ الأمم السابقة ومدى تطورهم وتعمقهم الفكري والديني والمعرفي ومدى تحضرهم. نحكو على شوية على تطور فن الزخرفة. عرف الإنسان ما قبل التاريخ بفن الزخرفة بما أنه كان وقتها يسير على فترة وكانت اهتماماته لا تتعدى مهام الحياة اليومية والشؤون الطعام والشراب، لكن جاءت الزخرفة فترية في نشأتها وظلت كذلك وقت طويل. فرسام الإنسان وقتها وانقش وزخرف بعض الأشكال البدائية من الخطوط والنقاط، وعندما أحس الإنسان بوجود قوى خفية في الطبيعة مسؤولة عن تحريك الكائنات تغيرت أشكال الزخرفة بالنسبة ليه ونقوش ورسموا حينها حيوانات ونباتات وبعض الظواهر حتى بعض الظواهر الطبيعية. ومع تقدم الإنسان معرفيا وحضريا ألحت عليه الحاجة للتجميل، فاستعمل الزخرفة في تزيين الكهوف ووشم الأجسام وزين بها كذلك الأواني والملابس برسوم وزخارف ونقوش قد قصد بها التجميل والزخرف. والزخرف هو معروف أنه توجد في الكهوف، شيء اللي خلينا نفهمه نحن ونقرأ ونعرفه كيفاش كانوا قبل يعيشوا وكيفاش كانت الحضارة امتاعهم. مستمعين الكرام، برنامج مواهب وفنون متواصل معاكم، لكن خلونا نتوقف في فاصل قصير وراجعين. Thank you.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، برنامج مواهب وفنون اللي يتعود انه ديما يجيب لكم موهبة، والا اذا كان معناش موهبة نحكو على فن من الفنون متاع الحضارات القديمة، والا حتى الفن توا كما حكينا على التصوير الفوتوغرافي الجمعة اللي فاتت، وتوا باش نحكو لكم على فن الزخرف. مرحبا بكم الناس الكل وبمن التحق بنا توا، مرحبا بالجميع. كان نحكو شوية على التعبيرات الزخرفية، نلقو تعبيرات بدائية وهي تعبيرات قديمة التي لازمت عفوا الإنسان ما قبل التاريخ، وكانت تتكون من نقاط وخطوط وأشكال بدائية ساذجة، تعبيرات رمزية والتي تتمثل الألوهية وقوة الطبيعة والسحر. استخدمها الإنسان عندما شعر بوجود قوى خفية في مظاهر الطبيعة، فراح يتقرب منها بتعبيرات زخرفية، فرموز للشمس بدائرة تتوسطها نقطة، ورموز أخرى ذلك تعبيرات حيوانية استعملها الإنسان ما قبل التاريخ على جدران الكهوف لرسم بعض الحيوانات اللي كانت يصادفها أو يصطادها، وكذلك اتخذت بعض القبائل البدائية شعارات تتمثل برسوم الحيوانات أو الطيور الجارحة كالعقاب والكلب والخنزير وغيرها. كذلك فما تعبيرات نباتية ويستخدم فيها أنواع كثيرة من النباتات مثل الورد والأزهار كالقرنفل والكرز والرمان وزهر الخزامة يعني وغيرها، وتتكون من أغصان وسيقان وأوراق. كذلك مستمعينا الكرام، فن النقش هو فن من الفنون القديمة، لكن بروز أكثر عفوا في كفن يهدف إلى التجميل وإضفاء الجمال على العمارة والصناعات الحرفية، تجلى أكثر من خلال الحضارة الإسلامية كفن راقي من الفنون الفن الإسلامي. وبالرغم من مستوى العالي اللي بلغته اليوم الصناعات والتي كانت طوال عهود طويلة، النقش لا يزال يحتل مكانة رائدة في كل بلدان العالم كحرفة جمالية وفنية راقية تدعم السياحة بنتيجات تساهم في إبراز شخصية الأمة وهويتها والحفاظ على هذه الهوية من ناحية، والمساهمة في الدخل الوطني من ناحية أخرى. ولو كان نحكي شوية هيك على الفنان المبدع اللي يتعامل مع فن النقش في العديد من المواد كالذهب والفضة والنحاس وغيرها والزجاج، النقش على الجبس يبقى في الصدارة الارتباط بالعمارة وخاصة العمارة الإسلامية، فقد لزمها ورافقها ولا يزال إلى الآن، وقد أصبح الطلب عليه أكثر حتى من الطرف الأفراد الأثرياء، صباغ جماليات على قصورهم ودورهم وحتى فيلاتهم. النقش على الجبس ليس بالأمر السهل كما هو الحال في فن النحت، فإذا كان هذا الأخير يتطلب القوة العضلية والصبر والثقافية والمعرفية الواسعة، فإن فن النقش
تتطلب إضافة إلى ما سبق الكثير من قوة الملاحظة والتأمل والدقة والحكمة لإلمام بقواعد الرياضيات والهندسة بصفة خاصة، والإلمام أيضا بالزخرف وفنيات الحفر على الجبس. مستمعينا الكرام، متواصلين في برنامج مواهب وفنون، لكن توقفوا كالعادة في فاصل قصير وراجعي. مش عويدك قولي مين غير عويدك، قولي مين، قولي مين، مين. مش عويدك قولي مين غير
ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مواهب وفنون. نرحبوا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ونعطوا تحيه كبيره برشا اللي تابعوا فينا على صفحه الفيسبوك صفحه راديو منزل بوزيان اف ام. مرحبا بالناس الكل. نعود من جديد الى موضوعنا واللي هو النقش، واللي هو يعد بالحق معناها حتى في عصرنا توا تلقى برشا تحف في هزينه يعني بالنقش كوسوا معناها بمعادن مختلفة. الفن هذا عنده قواعد مستمدة من الطبيعة كذلك وأعمال الزخرفة القديمة، ومنها التوازن والتناظر والتشعب من نقطة أو من خط والتكرار، وكلها قواعد أساسية يقوم عليها التكوين الزخرفي. كان نحكي شوية على أنواع الجبس المستخدمة في ديكورات المنازل، نوعان واللي هو أولها قالب مصبوبة جاهزة بتصاميم ثابتة متنوعة تباع مثل الكلاسيكي والهندسي والمشجر أقل تكلفة، وينتشر استخدامها في الوحدات السكنية الصغيرة والكنيسة والفيلات الصغيرة والمتوسطة كذلك، منها ما يكون في سقوف البيوت ومنها ما يكون في ردهات وممرات ومداخل المنازل. ثانيها هو الزخرفة يعني النقش على الجبس، وهذا أجملها على الإطلاق ويكثر استخدامه في القصور والفيلات السكنية الراقية والمساجد. مستمعينا الكرام، برنامجنا اليوم وإلا موضوعنا اليوم ما نجموش نحصروه في 30 دقيقة، وديجا الفريق التقني يقول لي راك تجاوزت الوقت متاعك الأصلي، ما نجموش نحكو عليه في حصة بركة في 30 دقيقة باش نكملوا نحكوا عليه مرة أخرى في حصص أخرى. هنا مستمعينا الكرام نوصل لنهاية حصتنا لليوم، إن شاء الله نتقابلوا معكم الجمعة الجاية في فن آخر وإلا حتى نكملوا في الفن هذا. مستمعينا الكرام، شكرا الكبير لكامل الفريق العامل معايا، تحياتي، إلى لقاء قادم، أترككم في أمان الله، باي باي. مواهب ترنم مواهب ترنور مواهب ترنور مواهب ترنور يصلكم بث إذاعتنا إذاعة منزل بوزيان اف ام، إذاعة الحرية والأحرار، إذاعتنا إذاعتكم. فضاء المواطن الرقمي يمزج بين التكنولوجيا الرقمية وبين انتماء الفرد ومسؤوليته. فضاء المواطن الرقمي هو فضاء الثقافة والمعرفة والعلم، ترافقكم فيه كل نهار أربعة سلوشنا. عسلامة، صباح خير، مرحبا بكل أعزائنا المستمعين وين ما كنتوا، مرحبا بكل من يسمع فينا وكل من يتبع في إذاعة منزل بوزيان على الموجات 103.5 ميجا هيرتز. اليوم كما كل نهار أربعة نتقابلوا في برنامج فضاء المواطن الرقمي باش نحكوا على موضوع جديد. كنا في الحصة اللي فاتت حكيت أو حاولت أني أنقارن ما بين الوي فاي والوي ماكس، وكنت وعدتكم أني الحصة هذه إن شاء الله باش نحكوا على الشبكات اللاسلكية. هذاك علاش اليوم في حصة فضاء المواطن الرقمي باش نحاولوا نسلطوا الضوء على الشبكات اللاسلكية باش نعرفوها شنية، باش نعرفوا أنواعها، باش نعرفوا كيفاش، شنية الإيجابيات والسلبيات متاع استخدامها، وزادة باش نعرفوا كيفاش نستخدموها بالضبط. وفي الاخر باش نحاول نركز شوية على البروتوكول E3802.11. خليكم معنا اليوم في فضاء المواطن الرقمي، ما تبدلوش الموجة، وخليكم معنا على موجات إذاعة منزل بوزينة فام 103.5. واكبوا برامجنا في كل المجالات، جديد الأخبار المحلية وانتظارات الشارع، صوت المواطن وأحلامه، مواهب شبابنا وإبداعاته، ثقافة، فن ورياضة، سياسة، تحليل ومؤانسة. استمعوا لبرامجكم على إذاعتكم إذاعة الصوت الحر، إذاعة منزل بوزيان FM، من 10 نصف النهار ومن 3 إلى 5 على 103.5 ميجا هيرتز. ورجع
رجعنا لكم أعزائنا المستمعين وما زلتم معنا لإذاعة منزل بوزيانة في مع الموجات 103.5 في برنامجكم برنامج فضاء المواطن الرقمي، ولليوم إن شاء الله باش نحكوا على الشبكات اللاسلكية. الشبكات اللاسلكية وهي نوع من الشبكات الحاسوبية اللي تعمل نقل المعلومات ما بين العقد يعني ما بين لينو من دون استخدام الأسلاك يعني التوصيلات. هالنوع من الشبكات هذية ينفذ عادة مع دي سيستام تنقل المعلومات بالتحكم عن بعد من خلال استخدام أمواج كهرومغناطيسية كيف ما الأمواج الراديوية كحامل لإشارة المعلومات. وهالتنفيذ هذية يتم عادة في الطبقة الفيزيائية من الشبكة يعني في الكوش فيزيك. إن شاء الله في حصص قادمة باش نحاول نحكو على الكوش الكل. توا بإمكان أي شخص أنه يتنقل في أي مكان يحبه حتى في الأماكن العامة وهو حامل معاه جهاز الحاسوب متاعه بدون أي أسلاك، يستطيع أنه يرسل ويتلقى أي بريد إلكتروني والتصفح في الأنترنت بحرية كاملة. وكما تعرفوا أنه أصبح بإمكان المسافرين منذ أبريل 2004 أنهم يستعملوا الأنترنت على متن الطائرات، وهذا الكل بفضل التقنية الجديدة وهي الشبكات المحلية اللاسلكية اللي هما دبل فيلان يعني الوايرلس لوكال أريا نتورك. وتسمح التقنية هذه بالاتصال بشبكة الأنترنت عبر إشارة الراديو يعني لراديو راديو فريكونسي بدلا من اتصال عبر الأسلاك. والنقاط الساخنة هي عبارة عن أماكن اللي يستطيع الشخص فيها استخدام تقنية الربط اللاسلكي بالإنترنت، وعدد النطاق الساخنة هذا يوصل إلى مئات الآلاف في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2005. وتعتمد تقنية النقاط الساخنة على عنصرين رئيسيين للاتصال اللي هما بطاقة الحاسب اللاسلكية واللي هي الوايرلس كمبيوتر كاردز، وتكون موجودة بالجهاز المحمول أو أي جهاز آخر وجدت نجم تكون قابل الإضافة فيه. تحتوي هذه البطاقة على هواء داخلي أو خارجي. العنصر الثاني هو جهاز نقطة وصول لاسلكي يعني اللي اكسس بوينت، واللي تصل للشبكات المحلية اللاسلكية بشبكة الانترنت. بالنسبة للطائرات اللي تحتوي على نقاط ساخنة، يتم حل مشكلة نقطة الوصول عبر هوائي خارج الطائرة مرتبط بأقمار صناعية خاصة توصل بالشبكة عبر محطات استقبال أرضية. بالنسبة للسرعة والتكلفة، فإن تقنية الشبكات المحلية اللاسلكية باستخدام إشارات الراديو بالمقارنة بالتقنيات الأخرى فقد استطاعت التغلب على مشكلة نقل المعلومات لاسلكيا لمسافات بعيدة بتكلفة معتدلة. مثال، تفوقت على تقنية نقل المعلومات عبر الأشعة تحت الحمراء حيث كانت محدودة لمسافات لا تزيد عن 20 متر وهي غير قادرة على اختراق الحواجز. زاد تفوقت على تقنية Universal Mobile Telecommunication System يعني الـ UMTS المستخدمة في الهاتف المحمول، لأن لقى المعلومات في تقنية دبل فيلان أسرع بكثير وبتكاليف معتدلة. وزاد لأن تقنية الـ UMTS في الهاتف المحمول غير متواجدة بكميات كافية في الأسواق توا، هذا مقارنة بين الشبكات السلكية الوايرد واللاسلكية الوايرلس لان. الشبكات اللاسلكية أصبحت أكثر استعمال في المؤسسات والبيوت. باش نبقوا توا مع ومضة صغيرة ثم باش نرجعوا باش نحكوا على أنواع الشبكات اللاسلكية. خليكم معنا وما تبدلوش الموجة. راديو منزل وزيانة FM، راديو المواهب والتراث، راديو الموسيقى والغناء، راديو الكبار والصغار على الذبابة 103.5 ميجا هرت. تابعونا على RMB FM. ما زلتوا معنا أعزائي المستمعين، ما زلتوا على موجات إذاعة منزل بوزيانة FM وما زلتوا تستمعوا البرنامج فضاء المواطن الرقمي. كنا قبل الومضة حكينا على شنية شو معناتها الشبكات اللاسلكية، وتوا باش نحاولوا نشوفوا شنية أنواع الشبكات هذه. النوع الأول اللي عنا هو شبكات البان يعني شبكات المناطق الشخصية، والبان يعني Personal Area Network، وباللاسلكية تولي Wireless Personal Area Network. هي الشبكات اللي توصل ما بين الأجهزة
ضمن مساحة صغيرة نسبيا. عادة تكون المساحة هذه ضمن مجال يمكن لشخص الوصول لجميع أجزائه. مثال على ذلك عن تقنية البلوتوث اللي تقوم بربط حاسوب شخصي مع سماعات، زيادة تقنية الزجبي تدعم تقنيات تطبيقات هالنوع هذية من الشبكات. زاد عنا شبكات دبل فيلان، يعني شبكات المناطق المحلية، يعني وايرلس لوكال اريا نتورك، وهي النوع الأكثر شيوعا بين الشبكات اللاسلكية، وتقوم بربط الأجهزة على مسافة أبعد من النوع السابق، مثلا في منزل، مكتب، أو حتى في بناء. وفي بعض الأحيان تمتد لتغطي عدة كيلومترات. معظم شبكات اللان تعتمد على معيار لتروازو 802.11 اللي يحتوي على معايير للشبكات اللاسلكية المحلية اللي تعمل في الحزم الترددية 2.4-3.6 أو 5 جيجاهرتز، وتضم عدد من البروتوكولات المختلفة. الخصائص المهمة لهالشبكة بالمقارنة مع شبكة الوان هي أنها تنقل البيانات بسرعات أعلى برشا، حيث أنها تقوم بنقل البيانات بسرعة من 10 إلى حدود 10,000 ميجا بايت في الثانية. زاد الشبكات المحلية الحالية غير اللاسلكية على الأغلب هي مستندة على معيار الإيثرنت. زادا نجم نحكو على الواي فاي، وهو اسم مستخدم بصورة شائعة كبديل عن تسمية لتروازو 802.11، مع ان الاستخدام هذايا خاطئ من الناحية العلمية، خاطر الواي فاي راهو شعار الشركة يدل على إمكانية اتصال الأجهزة اللي تتبع المعيار السابق معا. زادا نجم نحكو على شبكات لاسلكية محدة اللي هي الفيكسد وايرلس داتا، وهي شبكات لاسلكية تستخدم لتحقيق اتصال بين جهازين وإلا بين شبكتين في مكانين مختلفين. يتم هذا من خلال استخدام موجات صغيرة أو أشعة ليزرية على مدى خط البصر، يعني على مدى line of sight، وغالبا ما يستخدم هالنوع هذا من الشبكات لربط شبكات في أبنية متجاورة دون الحاجة إن لربط الأبنية هذه فيزيائيا مع بعضها. نوصل توا للنوع الآخر اللي هما شبكات المان، شبكات المناطق الكبيرة، يعني الميتروبوليتان أريا نتورك، وتقوم بربط عدة شبكات لان مع بعضها البعض لتحقيق شبكة لاسلكية تمتد على رقعة جغرافية متوسط الحجم، مثال جامعة وإلا مدينة. الخدمة اللي تأديها مشابهة للخدمة اللي يقوم بها مزود الانترنت لـ SP. الوي ماكس هو التعبير المستخدم للإشارة إلى هذا النوع من الشبكات، ويتناولوا هالمعيارين لتروازو 802.16D ولتروازو 802.16E اللي كما حكينا في حصص سابقة موضوعين من قبل جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات. ثم ميزتي لهالنوع هذية من الشبكات، الميزة الأولى أنه حجم هالنوع من الشبكات أكبر من لان. العديد من المان تغطي منطقة بحجم مدينة وبعضها تغطي مجموعة من البنايات، أي ما يعادل مساحة قطر ما بين 5 إلى 50 كيلومتر. والميزة الثانية هي أنه المان يعمل كشبكة ذات سرعات عالية تسمح بمشاركة المصادر المحلية الإقليمية، وكثيرا ما تستخدم التزويد أو دعم اشتراك الاتصال مع شبكات أخرى باستخدام وصلة الوان. زادا نجم نحكو على شبكات الأجهزة الخلوية، ونجم نقولوا أنه التطور اللي حصل في الآونة الأخيرة في مجال PCS، وهي شبكة رادوية تستخدم من قبل بعض مستخدمي الهواتف الخلوية في أمريكا الشمالية. وشبكات الخلوية هذه تمكننا من نقل المعطيات والمعلومات عن طريق الشبكات هذه، بالإضافة إلى الهدف الأساسي منها اللي هو نقل المحادثات بين جهازين خلويين. كيف نحكو عن نظام العالمي للمواصلات الجوالة، يعني Global System for Mobile Communication، يعني GSM، وهو معيار لاتصال الأجهزة الهلوية مع بعضها. يتألف من 3 أنظمة أساسية: النظام القاعدي يعني Base Station System، نظام العمليات والمساعدة يعني Operation and Support System، ونظام التحويل يعني Switching System. وقت القيام بمكالمة يتم الاتصال أولا مع النظام القاعدي اللي يقوم بالاتصال مع نظام العمليات والمساعدة اللي يقوم بدوره بالاتصال مع نظام التحويل، وأخيرا يقوم هالنظام هذية بإيصال المكالمة لوجهتها. ويعد نظام GSM أكثر أنظمة الاتصالات الخلوية
شيوعا، حيث يقدر أن 80% من الهواتف الخلوية في العالم تعمل على هذا النظام. وأخيرا آخر نوع هو خدمة الاتصالات الشخصية اللي هو الـ Personal Communication Service. باش نخلوكم مع النغمة هذية وبعدين باش نرجعوا باش نحكوا على استخدامات الشبكات اللاسلكية، باش نحاولوا نشوفوا شنية إيجابيات وسلبيات هالشبكات هذية، باش نحكوا شوية كما حكينا على البروتوكول 802.11. كعليش خلوكم معنا نسمعوا هالنغمة ثم نعود. يا ليلة يا ليلة يا ليلة يا وليلة وليلة يا وليلة وليلة يا وليلة وليلة يا رجعنا أعزائنا المستمعين وما زلتوا مواصلين معنا في برنامج فضاء المواطن الرقمي على موجات إذاعتكم إذاعة منزل بوزينة فام، وكنا وصلنا لاستخدام استخدامات الشبكات اللاسلكية. لعبت الشبكات اللاسلكية دور كبير في الاتصالات العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، خاطر عن طريق استخدام الشبكات اللاسلكية نجم نرسل معلومات لمسافات بعيدة عبر البحار بطريقة سهلة عملية وموثوقة. ومن هالوقت هذيك تطورت الشبكات اللاسلكية بشكل كبير وولا عندها استخدامات برشا في مجالات واسعة نجم نذكر منها
الهواتف الخلوية اللي تشكل أنظمة شبكات ضخمة حول العالم، يزداد استخدامها يوميا للتواصل ما بين أشخاص من جميع أنحاء العالم. زاد إرسال معلومات كبيرة في الحجم المسافات شاسعة أصبح ممكن من خلال الشبكات اللاسلكية من خلال استخدام الأقمار الصناعية للتواصل. الاتصالات العاجلة كيف ما اتصال أفراد مثلا الشرطة مع بعضهم زادة أصبحت أسهل بكثير باستخدام الشبكات اللاسلكية. زادة من خلال باستعمال الشبكات اللاسلكية ولا بإمكان الأفراد والشركات على حد سواء إنها تستخدم الشبكات هذه لتوفير اتصال سريع سواء كان هذا على مسافات قريبة وإلا بعيدة. من أهم فوائد الشبكات اللاسلكية هو استخدامها كوسيلة رخيصة وسريعة اتصال بالإنترنت في المناطق اللي ما توجدش فيها بنية تحتية تسمح بتوفير الاتصال هذية بشكل جيد كيف ما هو الحال في معظم الدول النامية. أكيد مادام نحكو على شبكات اللاسلكية لازمنا نسلطوا الضوء شوية على إيجابيات وسلبيات استخدام شبكات هذية. من أهم الإيجابيات اللي جاءت تنتشر بشكل كبير وتحل محل شبكات السلكية، أول إيجابية هي المرونة يعني الوايرلسنس للشبكات اللاسلكية. فوائد أكثر من الشبكات السلكية وأحد هالفوائد هذه هي المرونة اللي خطر تنجم تمر عبر موجات الراديو من خلال الحيطان الحاسوب اللاسلكي، يمكن زاد انه يكون في اي مكان على نطاق الاكسس بوينت لي بوينت داكسي. زاد ايجابيه ثانيه هي سهوله الاستخدام. الشبكات اللاسلكيه سهله الاعداد والاستعمال، فقط لازمنا برنامج مساعد وتجهيز الحاسوب النقال والا الديسكتوب بطاقه شبكه اتصالات لاسلكيه، وثم برشا حواسيب مجهزه بهالبطاقه هذه مسبقا. فزعلنا الإيجابية الثالثة هي التخطيط. الشبكات السلكية واللاسلكية يلزم تكون مخططة بدقة، ولكن الأسوأ في الشبكات السلكية أنه يجعل منظر الجدران غير مرتب وتعدل الأجهزة يكلف في عملية الصيانة، ومكونات الشبكات السلكية كيف ما الكابلات والسويتش والهاب إلى آخره، هيك علاش يلزم نخطو لها بعناية. أما بالنسبة للشبكات اللاسلكية شيء أسهل برشا من ذلك، لكن يلزمنا نخطو لها شبكات لأنماط الاستعمال الفعلي. زادة إيجابية أخرى هي مكان الأجهزة. الشبكة اللاسلكية تنجم تكون مخفية، يمكن أن توضع من وراء الشاشات وشبكات مناسبة تماما للأماكن والمواقع اللي يكون صعب ربط شبكة سلكية فيها، كيف مثلا المتحف وإلى البنايات القديمة. زادة المتانة. شبكات اللاسلكي ممكن أنها تكون متينة، ولكن ممكن أن تعاني من التداخل الإذاعي من الأجهزة الأخرى، والأداء يمكن أن يضعف عند محاولة المستخدمين استعمال نفس لبوان داكسي. زادة الأسعار. أسعار الشبكات اللاسلكية كانت غالية، كانت بطاقة البي سي اي اللاسلكية تنجم تكلف حتى 100 يورو عام 2000، وفي نهاية 2004 أصبحت تكلف 30 يورو فقط، وهذا يعني الأسعار الآن ما هيش عالية برشا، وإن الشبكات اللاسلكية وأصبحت اختيار الكثير من مستخدمي البيوت. أكيد كل تقنيات كيف ما عندها إيجابيات عندها سلبيات، وأكيد شبكات اللاسلكية ما تخلوش من بعض المشاكل. نجمو نحصو المشاكل هذه في ثلاثة مشاكل مهمة. المشكلة الأولى هي مشكلات التوافق، يعني الأجهزة المصنوعة من قبل شركات مختلفة قد لا تتمكن من الاتصال مع بعضها، أو قد تحتاج إلى جهد إضافي للتغلب على هالمشاكل هذه. المشكلة الثانية هي شبكات اللاسلكية تكون في العادة أبطأ من شبكات الموصولة مباشرة باستخدام تقنيات الإيثرنت. وآخر مشكلة نجمو نسلطوا عليها الضوء هي الشبكات اللاسلكية أضعف من حيث حماية الخصوصية، لأن أي شخص ضمن مجال تغطية شبكة لاسلكية ينجم يحاول يخترق الشبكة هذه. ومن أجل حل هالمشكلة هذه فما برشا برامج تؤمن حماية الشبكات اللاسلكية مثل الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية، يعني Wired Equivalent Privacy يعني WAP، اللي لم تؤمن الحماية الكافية للشبكات اللاسلكية والوي بي اي يعني
الويفي ويبيا بروتكتد أكسس اللي أظهرت نجاح أكبر في منع الاختراقات من سابقتها. هكا نكونوا حاولنا أن نفهمكم شوية كيفاش نستخدمهم، كيفاش نشوفوا الإيجابيات والمشاكل متاحة. ما زلنا كل بروتوكول لي 3.8.2.11 واللي باش نتعرفوا عليه ان شاء الله بعد هالنغم. ما تبدلوش الموجه وخليكم معنا. ديان الطفله العربيه مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبه، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي لا لا. ديان الطفله العربيه مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبه، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي لا لا. قولولي علاش يا صحابي نظرتها زادت عذابي، قولولي علاش يا حبابي مهموم مضيع صبابي، ولو ضد عمري وشبابي ما نقولش لا لا. قالت الطفلة العربية مشت ملا في الماء، قلت لها عطشان شريبة، قالت لي لا لا يا عمري، قالت لي يا طفلة مواتيك دلالك كيفك ما يتلام، ما دام عذابي أحلالك زيد على قدام يا عمري، زيد على قدام. قولولي علاش يا أصحابي نظرتها زادت عذابي، قولولي علاش يا أحبابي مهموم مضيع صوابي، ولو ضد عمري وشبابي مع زين المستمعين، وما زلتوا معنا على موجات إذاعة منزل بوزينة فام. وحصتنا اليوم من برنامج فضاء المواطن الرقمي خصينها باش نحكوا على الشبكات اللاسلكية. وصلنا توا باش نحكوا على البروتوكول لي 3.8.2.11، وكي نحكوا على الطبقة يعني على البنية الطبقية المعمارية وي 3.8.2.11، نقولوا اللي هي طبقة مجسمة تتألف من مجموعة من مكونات الفيزيائية، وهي تعتمد عادة على إحدى التقنيات الثلاثة اللي هما يا إما الأشعة تحت الحمراء يعني الانفراريد، وإلا الطيف متغير الترددات يعني frequency hopping spread spectrum يعني LFH2S، الطيف ذو التردد المباشر يعني D3S اللي هما direct sequence spread spectrum،
كما تؤسس على هذه طبقة باقي طبقات البروتوكول وتكون مسؤولة عن عملية التخاطب لنقل لإنجاز نقل البيانات. ثانيا على جدا طبقة الماك وهي طبقة مراقبة الوصول الإعلامي، وتعرف هالطبقة هذه طريقتين يعني زوج طرق مختلفة للوصول. وظيفة التنسيق الموزع يعني distributed coordination function، وزاد وظيفة التنسيق النقطي يعني point coordination function. والماك لاير تتوضع عند قمة الطبقة الفيزيائية، ودور عامل التنسيق الموجه يتوضع على قمة عامل التنسيق الموزع. كنت وعدتكم في بداية الحصة إن شاء الله في حصص قادمة باش نخصص حصة كاملة باش نحكو فيها على الطبقات يعني ليكوش، إن شاء الله في حصص قادمة باش نحكو عليهم. بالنسبة للبروتوكول 3802.11 ظهر في البداية لكنه لم يستخدم كثيرا خاطر استبدل التطورات اللي هي 802.11B بسبب المعدل القليل لنقل البيانات، وزاد استخدمت آلية سياسة ماسية، ومن ثم ظهر العديد من التطورات كيفما 802.11A ويدعم مجال نقل البيانات من 25 ل 54 ميجا بايت، لكنه يعاني مشكلة المدى الخاص بشبكته حيث أنه يدعم حتى 50 متر. زاد في نفس الوقت ظهر الـ 802.11.b.b اللي يمتاز عن سابقه بالمدى الخاص بالشبكة حيث يوصل حتى الـ 100 متر، لكن بمشكلة أنه معدل نقل البيانات أقل يعني ما بين 6.5 إلى 11 ميجا بايت فقط. هيك علاش ظهرت الحاجة للبروتوكول يحقق مزايا البروتوكولين الزوج مع بعضهم، ولهنا ظهر البروتوكول 802.11.j واللي حقق الميزتين في مجال الشبكة 100 متر وبمعدل نقل بيانات من 25 ل 54 ميجا بايت. وفما تطورت برشا عن التاريخ كيف ما 802.11.n واللي شارف على الصدور بالإضافة إلى 802.11s و802.11k وغيرها، ولكنها مازالت قيد الدراسة، وإن شاء الله في المستقبل باش يبدو يخدموا بهالبروتوكولات هذه. وهكا أنا أعزائي المستمعين نكون وصلت لنهاية حصتي اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتم من المعلومات اللي قدمناها لكم، وإن شاء الله في حصص قادمة باش نقدم لكم معلومات جديدة في مواضيع جديدة. استنونا الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس الموجات مع فضاء المواطن الرقمي. أكيد قبل ما نختم لازم نشكر الفريق التقني، وكان معنا في التسجيل منذر بن جدو، وإن شاء الله في المونتاج سناء جندوزي. هكا بقى لي كان باش نقول لكم بالسلامة، إن شاء الله نتقابلوا جمعة الجاية. فضاء المواطن الرقمي يمزج بين التكنولوجيا الرقمية وبين انتماء الفرد ومسؤوليته. فضاء المواطن الرقمي هو فضاء الثقافة والمعرفة والعلم، ترافقكم فيه كل نهار أربعة سلوى شنلوي.